الحمد لله تم التأهل وهنخش على المرحلة النهائية اللي هي نهاية كأس العالم، وده بينتهي دور الفترة اللي فاتت لنهاية كأس العالم اللي إن شاء الله هتلاقيها في جورجيا 2018. الفترة اللي فاتت برضه كان فيه الحمد لله أغلب المباريات الودية اللي المنتخب لعبها الحمد لله كلها كانت أبروف من فيفا كمباراة أولمبية دولية، جميع المباريات كلها. الفترة اللي جاية بس كانت مدركته على معسكر شهر مارس، معسكر شهر مارس أول توقف فيه تدريب زي ما قال بالظبط الكابتن هاني بعد كأس العالم بعد مرات الشهر اللي هي كانت في شهر المعسكر. بس هقول لحضراتكم الأسماء المعلنة، 11 لاعب محلي، 11 لاعب محلي ده في جانب 17 لاعب المحلي تم إعلانهم من حوالي 10 أيام فاتت، ال 11 لاعب تفهم الأكاديمية أحمد فتحي، عبد الله السعيد، حسام عاشور، مروان محسن، أحمد الشناوي، سعد سمير، طارق حامد، محمد عواد، محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد مجدي من نادي دول 11 لاعب، 11 لاعب على 17 ل 28 لاعب ده مكون من لاعب معسكر شهر 3 إن شاء الله اللي هو هيكون من يونس 20 ل 28. المعسكر إن شاء الله هيكون فيه تدريب إن شاء الله في استاد القاهرة يوم 19 مايو الساعة 7 مساء إن شاء الله قبل السفر يوم 20 إلى سويسرا مباشرة. هيكون التجمع يوم 19 والتمرين يوم 19، السفر يوم 20 صباحا الساعة 10 صباحا على متجر خاصة شركة مصر للطيران اللي هي إن شاء الله تكون هي الفترة القادمة مع المنتخب. المباراتين هيكون في مباراتين يوم 23/3 مع البرتغال الساعة 9 الا ربع بتوقيت زيورخ، المباراة الثانية 27/3 مع اليونان الساعة 8 بتوقيت زيورخ. المباراتين دول تم اعتماد من فيفا كمباراتين دوليتين ومؤكد انها وصلت. المباراتين هيكونوا على استاد اسمه لاسي جرام، لاسي جرام ده استاد من الاستادات اللي هي القديمة في زيورخ 25,000 متفرج، استاد كويس، استاد يعني في كان بيعرض عليه بعض المباريات المهمة جدا في مدينة زيورخ. بعد يوم إن شاء الله 27 هيكون العودة القاهرة يوم 28/3 وده هيكون التوقف خلاص الفيفا ديت فاضل هو التوقف اللي هو بيبقى اخر مباريات او اي نشاط للعبه تكون بتنتهي يوم 20 مايو.